مشاهدي موقع التلجراف مصر في كل مكان، اهلا بحضراتكم ولايف جديد. كلنا شفنا بوست كانت الفنانه مريم سعيد صالح طلبت فيه انها تشتغل، وقالت بالنص كده يا رب شغل من عندك. تفاصيل كتير هي بتعاني منها الفتره الاخيره بسبب عدم يعني اعمال فنيه بتتعرض عليها وغيره. ايه التفاصيل وايه القصه وايه يعني الازمه اللي هي بتمر بيها الفتره الاخيره هنعرف منها. بنرحب بحضرتك في موقع تلجراف مصر. انا كتبت ان انا عايزه اشتغل لان انا بقالي فتره كبيره جدا ما عنديش شغل، بقالي فتره كبيره قوي قوي، ولما طلبت شغل قبل كده جالي مشهد في عمل وجالي يوم تصوير كده في مسلسل تاني، تمام. ده طبعا بعكس ما انا كنت بشتغل قبل كده خالص. للاسف انا بقالي فتره يعني منسيه كده او بيتم تجاهلي تماما او مستبعده من العمل، تمام. انا لا ادري ايه الاسباب بالظبط، هل السبب في المشكله اللي كانت حصلت بيني قبل كده وبين المخرج اللي كان حصل بيني وبينه المشكله. الناس كلها عارفة المشكلة، ان كان حصل تطاول في اللوكيشن وان الموضوع ده تنمى للإعلام وابتدوا يسألوني. الأستاذ محمد سامي كان حصل كلاش بيني وبينه أثناء التصوير، نتيجة ان انا كنت نسيت في الحوار كلمة يعني قلتها غلط، فكان حصل مشكلة وكان هو ابتدى بقى يتعصب ويتنرفز ويسب ويشتم وكده، وتوعد لي بان هو يعني مش هيخلي شغلي يبان وانه هيخليني كومبارس ومش عارف ايه، وقال لي انت ما تستاهليش شغل وانا هوريكي وانا هقعدك في البيت وما تستاهليش الفرصة اللي اخدتيها وكلام من ده. ولما حاولت انسحب فقال لي تمشي مين، انت مش تقدري تمشي لان انت صورتي يوم قبل كده واليوم ده بيتكلف فلوس، انت لو هتمشي هتدفعي 1,000,000 جنيه ثمن التكاليف اليوم اللي اتصور قبل كده عشان هنعيده تاني بحد غيرك. فطبعا انا استسلمت واشتغلت. جيت بعد كده عديت الموضوع وكلمت الانتاج ساعتها وقالوا لي معلش ومش عارف ايه وبتاع، والموضوع ماشي وخلاص على كده. بعد كده كان في زميل لينا كاتب على صفحته انه هو كان راح لوكيشن عند استاذ محمد سامي، انا نفس المخرج يعني، وانه كان مشاه طرده بطريقه غير لائقه يعني. فانا رديت عليه بطيب خاطره بقول له يا عم انت زعلان ليه؟ هو طبيعته كده اسلوبه عصبي وعلى طول اقرب حاجه بيشتم يعني. اتاخد سكرين ولقيت الصحافه كلها بتكلمني، وانت مريم سعيد صالح بتقول ان محمد سامي بيسب لنا الدين طول الوقت في اللوكيشن. طبعا اضطريت اتكلم وطلعت وحكيت اللي حصل كله. ناس هجمتني واللي قالت اه دي بتعمل كده، طب انت اشتغلتي وكملتي ليه؟ اه انت بتعملي كده علشان الفلوس؟ اه انت مش عارف ايه؟ اصل هي ست، طب ولما هو شتمها كده كملت ليه ومش كملت ليه؟ وناس ثانيه قالت اه لا دي ده هو بيشغلها والمفروض هو ليه خير عليها وازاي هي عملت كده؟ طبعا ما حدش راعى ان انا اتشتمت او اتبهدلت او اتهنت قدام اكتر من 700 800 نفر. يعني قدام اللوكيشن كله. وده ضايقني وحزف نفسي جدا طبعا، وكانت اهانه بالغه بالنسبه لي. للاسف كان في اللي مصدق وفي اللي مش مصدق. وبعد كده تكررت مشاكله وابتدت الناس تعرف فعلا ان هو فعلا حد عصبي وان هو فعلا هو اللي يعني بتحصل مشاكل معاه كتير مش معايا انا بس. المهم يعني المشكله دي عدت وخلاص، وانا الموضوع تنسيته تماما، واكتر من حد واكتر من جريده واكتر من برنامج كان يجي يعمل معايا لقاء ونحاول نتكلم في الموضوع ده، اقول لهم يا جماعه الموضوع انتهى وخلاص وانا مش عايزه اتكلم فيه تاني. لكن انا بقالي فتره، بقالي اكتر من 3 سنين انا ما بشتغلش، لدرجه ان من ساعه العمل ده انا بقالي كتير جدا ما بشتغلش، حالي واقف تماما، بيتم تجاهلي تماما، لدرجه ان انا في مره جيت اكلم مخرج تاني بقول له انا عايزه اشتغل، فقال لي ما تكلمينيش تاني، هو انت اذا كنت عملتي كده في محمد سامي اللي شغالك في كل اعمالي في كل اعماله انت عايزاني انا اخدك اشغلك معايا؟ انت ست ما عندكيش اصل. هل الاصل ان انا اتشتم واسكت؟ هل الاصل ان انا كان المفروض ان انا لما اتهان يعني اكتم وما اقولش ان انا اتهنت؟ هل مش من حقي ان انا ارجع حقي ولو حتى ان انا اعبر عن اللي جرالي؟ هي انا مش عارفه بصراحه وجهات النظر بتاعت الناس ازاي او بيقيسوا الموضوع ازاي،
على ما اعتقد ان اللي ايده في الشوربه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، تمام؟ ان انت عشان بعيد، لو انت اللي في الواقعه دي او لو انت اللي اتهزقت التهزيق اللي انا اتهزقته، اكيد كان رد فعلك هيبقى رد مختلف. في ناس كتيره جدا بتجامل محمد سامي، ومحمد سامي طبعا شخصيه معروفه ومشهوره يا ستي، وربنا يزيده. بس يعني انا نفسي اعرف انا ما بشتغلش ليه، والناس اللي بتجامل في ان هي ما بتشغلنيش، انا عملت لكم ايه؟ انتوا شفتوا مني ايه؟ يعني ايه اللي انتوا شفتوه مني يخليكم ما ترشحونيش في اعمال؟ يعني هل بعد عمري ده كله، مثلا انا بقالي 15 سنه شغاله في المجال، ايه اللي حصل ان انا فجاه الناس كلها ما حدش بيشغلني، بيتم تجاهلي تماما؟ ازاي هتصرف معاهم؟ هي كل الناس هتشتمك وهتهينك وهتسبك؟ هل المفروض ان انا عشان انت تشغلني حضرتك فانت هتهني وهتشتمني، والمفروض ان انا استحمل واسكت وما فلفص؟ يعني هاتي قطه كده خنقيها، مش هتفلفص وتخربشك؟ اكيد لازم هتحاول تاخد حقها، صح؟ باي صوره بقى، ولا انا غلطانه في كده؟ طيب انا عديت الموقف واللي حصل حصل، ولما جت الفرصه ان حد من الصحافه كلمني انا قلت اللي حصل بمنتهى الوضوح وبدون ما اغلط في حد. انا ما غلطتش في حد، انا حكيت اللي حصل، سردت القصه بمنتهى الحياديه وبمنتهى الوضوح، ولم احرف حرف واحد فيها، تمام؟ لا، مش مين اللي قفل بابه في وشك، هو بقى بيتم تجاهلي تماما. انا دلوقتي محدش خالص بيرشحني في اعمال، انا بقالي اكتر من 3 سنين قاعده في بيتي، وحتى يوم ما جابوني لما رحت واشتكيت في النقابه وكلمت الدكتور اشرف وقلت له انا عايزه اشتغل، ولما جيت اشتكيت في النقابه دكتور اشرف طلع لي مبلغ كيعني امشي حالي بيه، برغم ان انا لما كنت رحت اشتكيت كتر خيره طبعا ربنا يكرمه، بس انا مش عايزه حد يديني فلوس، انا عايزه انا اشتغل يا جماعه، شغلوني انا، ما تدونيش فلوس، انا مش عايزه اشحت، انا عايزه اشتغل، انا ست قادره ان انا اشتغل، انا ست عندي موهبتي وعندي دراستي والحمد لله عندي طاقه ان انا اقدر اشتغل، انا مش طالبه من حد يديني حاجه، انا عايزه الشغل. والله انا ببعت لناس كتير جدا على الواتساب، للاسف ما حدش بيرد عليا، وبكلم ناس بيقولوا ان شاء الله ربنا يسهل، ما حدش بيرد عليا. لا انا مش هقول اسماء، انا مش هقول اسماء. مخرجين ولا زملاء برضه؟ لا مخرجين، هم الزملاء هم هيملكوا، هم الممثل لا يملك من امر نفسه شيء، الممثل قاعد في بيته مستني يجي له اوردر تليفون يقول له تعالى احنا عايزينك. انا ماليش علاقات، عايزه اقول لك خالص، انا حد في حالي لابعد ما تتخيلي، وممكن ان ناس كتيره جدا ما تصدقش ده، بس انا حرفيا انا ماليش علاقات قوي مع حد، انا في حالي جدا. ايوه علاقتي بيه كانت في حدود الشغل بس في المشهد، لكن انا ماليش يعني في خلف الكاميرا ماليش علاقات مع حد. والله انا مش عارفه، انا لسه جايه من النقابه دلوقتي وكنت مع استاذ اشرف طلبه، وقلت له يا استاذ اشرف انا عندي مشكله، انا عندي مشكله حقيقيه، انا ابتدى ان يبقى تتراكم عليا ديون لان انا مش عارفه اسد الحاجات اللي عليا، فانا ابتدت الدنيا تتدربك على دماغي، انا عايزه اشتغل شغلوني. فقال لي والله يا مريم انا مش عارف مشكلتك دي حلها ايه ومش هعرف احلها لك، اسعي كلمي الناس كلميهم وشوفي يمكن تعرفي تشتغلي. قلت له يا استاذ اشرف يعني هل انا مثلا اروح اعمل زي الناس اللي بتقعد تعمل بيروي وتعيط وتزعق وشغلوني وتعمل مشاكل انا ما بعرفش اعمل كده، انا كل اللي بعرف اقوله اقصى حاجه عرفت اعملها كتبت عندي على الفيس يا جماعه انا عاوز اشتغل، وده ابسط حقوقي، ابسط حقوقي على نقابتي انها تساعدني اشتغل. خالص لا لا لا، والله في زميله ليا
بعتت لي سكرين انها كلمت حد من المخرجين علشان يشغلني، اسمها استاذه عفاف، عفاف مصطفى، ربنا يكرمها يا رب. هي صديقه ليا وهي جارتي، يعني ساكنه جنبي في الكومباوند اللي ورايا. هي الوحيده اللي عملت مبادره من ناحيتها وبعتت لي سكرين ان هي كلمت الناس في المسلسل اللي هي شغاله فيه علشان يعني لو في فرصه ليا يشغلوني. انا لقائي معاكي، انا مش بشتكي حد، انا كل اللي بقوله يا جماعه انا عايزه اشتغل، وانا ست مش بتاعت مشاكل ومعملتش مشاكل مع حد، وحتى لما حد عمل معايا مشكله انا طلعت اتكلمت عن المشكله في حدود الادب واللياقه، وما غلطتش في حد، وما حصلش مني اي تجاوز في حق حد، بالعكس، بل وكمان اقريت بان الراجل كتر خيره وهو شغلني معاه في اعمال تانية قبل كده، شغلني معاه في مسلسل ادم وفي حكايه حياه، وشغلني معاه في نسل الاغراب، واشتغلت معاه في الاسطوره، تمام. ولكن اللي انا بقوله ان مش من حق حد علشان وفر لي فرصه عمل انه يغلط فيا لاي ظرف لاي سبب ايا كان، مش من حق حد انه يهين حد. ايوه، وده حقي، ده ابسط حقوقي، ان انا ما ينفعش ان انت تهني وتهزقني قدام الناس وتشتمني، ومش من المفترض ان انا اقبل ده، ومش هقبل انا ان انا علشان خاطر اشتغل اتهان. انا مش فاهم ايه بقى، فين المشكله اللي حصلت مع حد تاني كده علشان يقاس عليها ان هو ده الستاندر اللي انا بتعامل بيه فبالتالي ما يشغلونيش. انا عايزه افهم بناء على ايه انا بيتم تجاهلي، بناء على ايه انا لما اجي مثلا اكلم النقابه بتاعتي انا عايزه اشتغل فمش فما فيش فرصه عمل. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ربنا بقى موجود، ربنا يقف جنبي. ساعة المشكلة مع محمد والصحافة واللي حصل ده محدش كلمني خالص نهائيا. الزميلة الوحيدة اللي رفعت السماعة من الفيسبوك كلمتني من الماسنجر، أستاذة سلوى، سلوى علي، قالت لي يا مريم ايه في ايوه سلوى محمد علي، كلمتني قالت لي يا مريم في ايه كتر خيرها، لكن ولا حد كلمني ولا حد وقف معايا ولا حد عمل لي حاجة خالص ساعتها. انا ما توجهتش لحد يحل لي ازمات، انا ما توجهتش لحد، انا ما كنتش عارفه ان الموضوع هيوصل للي احنا فيه ده، وان هيتقطع عيشي، ان انا بالبلدي كده انا اتقطع عيشي، انا يعني رزقي بقى مقيد. الست دي ما تشتغلش، هي مجاملات كلها، الناس بتجامل بعض، بيجاملوا بعض بيا، ما هي ملهاش تبرير تاني. انا ما اعرفش والله، انا والله ما اعرفش بامانه، انا مش قادره اعرف، انا مش قادره اعرف في ايه وشمعنا ده حصل بعد المشكله بتاعتي معاه. انا من ساعتها ما بشتغلش، انا من ساعتها ما بشتغلش نهائي. والله كانت جالي تعب جامد جدا في بطني، وحموضة الدم عليت جدا، والضغط وطي قوي فجأة، والسكر وطي قوي فجأة، ودخلت المستشفى واتحجزت في الرعاية المركزة، واضطريت اعمل منظار للمعدة، واكتشفت ان كان عندي اورام صغيرة في قاع المعدة شلناها، والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. انا بوجه نداء لكل العاملين في الوسط الفني، يا جماعه انا عايزه اشتغل، بس بوجه نداء للنقيب بتاعي، يا دكتور اشرف ارجوك لو سمحت اقف جنبي، انا عايزه اشتغل، انا مش عايزه فلوس، مش عايزه حد يديني فلوس، انا عايزه اشتغل فقط، مش عايزه غير كده. لا شكرا، اشكرك.